الهند هي دولة عدد سكانها أكثر من 1,200,000,000 نسمة، تحولت بأقل من شهر إلى مقبرة جماعية. لا يوجد محارق تكفي لحرق جثث الهندوس، ولا يوجد مستشفيات تكفي لعدد المرضى، ولا يوجد أكسجين في بلد ينتج 7,000 طن من الأكسجين يوميا. الهند في كارثة حقيقية، 5 وفيات كل دقيقتين، 400,000 أصابة باليوم الواحد، وأكثر من 2,500 حالة وفاة يوميا. 700,000,000 هندي تحت الحجر الصحي، 19 ولاية في الحجر التام، وأكثر من 200,000 حالة وفاة، و18,000,000 أصابة مؤكدة. والخبراء يعتقدون أن الحصيلة أكثر بكثير، والنسخة الهندية من الفيروس رصدت في 17 دولة على الأقل حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، واللي سموه المتحور الهندي. المتحور الهندي قد يكون الأخطر حتى الآن، واللي يقول البعض السبب في انتشار الفيروس هو أن الفيروس قد طور نفسه وأصبح أخطر. بس لو نرجع شوية للوراء ونتذكر فيروس جنوب أفريقيا أو الفيروس البرازيلي، يعني المتحور البرازيلي، واللي حسب التقارير أن الفيروس فيروس كورونا اكتسب التخفي المناعي، يعني طور نفسه وأصبح الفيروس أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة واللقاحات. ولو نرجع بعد لورا شوية ونتذكر فيروس كاليفورنيا، اللي تشير الدراسات أنه انتشاره أسرع ب40% أكثر من غيره. أما المتحور الهندي فهو مزدوج، يعني اكتسب الخاصيتين، خاصية التخفي المناعي من الأجسام المضادة اللي بالجسم، وخاصية الانتشار الأسرع. ولذلك يقال أن الفيروس الهندي هو أخطر من كل الفيروسين، وكل هذا تبقى مجرد فرضية. لكن زيادة الإصابات من 10,000 إلى 400,000 يوميا ببلد يعتبر نفسه صيدلية العالم حسب تصريح رئيس الوزراء الهندي، وهنا راح نبين حقيقة اللي جاي يصير بالهند. مجرد انه قرب موعد الانتخابات الهندية، وكأي بلد نامي او بلد عربي، لابد المسؤولين ان ياخذون دور البطولة والمنقذ حتى يصدرون نفسهم للواجهة ببرامجهم الاعلامية. صرح بعض المسؤولين انتصارهم على الفيروس، وطلع رئيس الوزراء الهندي بمحفل انتخابي وبدون كمامة وبدون أي إجراءات وقائية، وصرح نحن أصبحنا صيدلية العالم لإنقاذهم من كورونا، وذلك لأن الهند لديها أكبر مصنع للقاحات كورونا في العالم، وهو المعهد الهندي للأمصاب، واللي صدر لقاح اسمه كوفاكسين أو أكسفورد أسترزينيكا. وظهور رئيس الوزراء بدون كمامة وبدون أي إجراءات وقائية وتصريح انتصار الهند على الجائحة، واللي هو نفسه كان يصرح ويقول أن سبب انتشار الفيروس بالهند هم المسلمين، لأن ما يلتزمون بالحجر الصحي ويصلون بالمساجد، واللي هذا التصريح خلق تحريض ضد المسلمين اللي بالهند، وتحريض معابد السيخ والهندوس على أن المسلمين هم سبب انتشار الفيروس، واللي هو نفس الموضوع، هو موضوع انتخابي ونفس موضوع جماعتنا من تقرب الانتخابات لازم يسوي لهم موضوع جديد، اللي منها طائفي واللي منها كذا واللي منها كذا، على مود يصدرون نفسهم للواجهة. علما أن إجراءات الوقاية في الهند مثل باقي الدول النامية لا تتعدى تجنب الغرامات فقط، وكان هذا بتصريح مسؤولين أن الهند اكتسبت مناعة القطيع، وهم متفائلين بانخفاض عدد الإصابات وانتصارهم على الجائحة. وحتى الحكومة تثبت انتصارها على الفيروس كان لازم تقلل من القيود المفروضة ضد التجمعات والاحتفالات، وقامت الانتخابات في وقتها وسمحت بإقامة مهرجانات يحضرها الملايين، ومن ضمن هاي المهرجانات مهرجان اسمه هولي فوغو أو مهرجان الألوان. وبعد انتشار الفيروس وتفشي الجائحة وحلول الكارثة بالهند، صرحت الحكومة الهندية أن السبب الرئيسي في تفشي الوباء هو نزول الملايين لنهر الغانج قبل شهر، واللي يعرف باسم
كومبا ميلة، وهو أكبر تجمع سلمي للحجاج حول العالم، يقام كل 4 سنوات بين 4 مدن هندية ولمدة شهرين، وتقام العديد من الطقوس والاحتفالات، ويلتقي رجال الدين من كل أطياف الهندوسية مع الناس. لكن الطقس الأهم هو نزول ملايين الهندوس إلى نهر الغانج لكي يغسلوا خطاياهم ثم يولدون من جديد حسب معتقدهم. وقد لفت أنظار العالم هذا الحدث في عام 2021، والسبب التجمع الهائل اللي يوصل لخمس ملايين وأكثر مع انتشار الوباء. هذا هو أهم أسباب تفشي المرض في الهند. سبب دمار الهند وانتشار الوباء هو ليس الفيروس نفسه، إنما جهل الناس والمصالح الشخصية للسياسيين، واللي على رأسهم رئيس الوزراء الهندي اللي استخدم إعلان انتصار الهند على الفيروس كدعاية انتخابية، واللي كان سببها تسهيل إقامة الاحتفالات وأهمها نهر الغانج. وجهل الناس وعدم التزامهم هو أساس وصول الهند إلى هاي الكارثة. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الناس من هذا الوباء. لحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كنت تشوفنا على الفيسبوك متابعة ولايك، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب أكيد اشتراك ولايك للفيديو. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. أنا فارس العيساوي، مع ألف سلامة.